قبل ما نتكلم عن الحدث الأبهر العالم كله امبارح، خليني في البداية أطمن من حضرتك على زيارة وفد الاتحاد الدولي النهاردة. مكملين في إحراج الاتحاد الدولي، أكيد بالحجم الإنشاءات اللي فجأة يعني مصر ما شاء الله قدرت إنها تنشئ هذه الصلاة في وقت قياسي. فخلي حضرتك تطمن السادة المشاهدين الأول على حجم الإنشاءات وقد إيه الاتحاد الدولي سعيد باللي شافه النهاردة. دي تاني زيارة ليهم. الزيارة الأولانية كان الموضوع بعيد بالنسبة لهم. الزيارة ديت مش مصدقين حجم الإنجازات والإنشاءات اللي بتتعمل والسرعة والدقة اللي بيتم فيها تنفيذ هذه الإنشاءات. الحمد لله نسب الإنجاز ماشية على قدم وساق وبسرعة أكثر من ممتازة. إن شاء الله على الموعد، يعني على آخر شهر 10 إن شاء الله، أعتقد إن كل الصلاة هتبقى جاهزة، يمكن باستثناء استاد القاهرة اللي ممكن ياخد وقت شوية، لأن بس استاد القاهرة بيتعمل فيه تجديدات علشان يبقى مواكب أحدث التطورات في الأجهزة وفي الشاشات وكل الإمكانيات الجديدة هتبقى موجودة إن شاء الله في استاد القاهرة. فإحنا على الوعد إن شاء الله على آخر شهر 10 هتكون الصلاة كلها جاهزة. إحنا منتظرين على فكرة دلوقتي ان ده دايما في قرار من الاتحاد الدولي، ان لو في دولة بتعمل منشآت جديدة بيعمل عليها انسبكشن كل فترة، وبعدين لازم يعمل عليها بروفا علشان لا قدر الله مش اثناء البطولة يحصل اي فيلير في اي حاجة او اي مشكلة في اي اجهزة. فاحنا المفروض عندنا بطولة افريقيا للاندية في شهر 11، احنا على تواصل حاليا مع الاتحاد الافريقي عشان نعرف عدد الفرق اللي ممكن تيجي هنا وتقام البطولة في شهر نوفمبر، تبقى هي دي تجربة على الأقل صوتين من الصالات الجداد إن شاء الله.